الموز كويس بينفع الصحة، كويس الموز كويس. أي ألف مليون صحة وعافية على قلبك يا أبو عبد، مطرح ما يسري يمري إن شاء الله، في الهنا في الهنا، كول كول صحة صحة. هذا يا أم عبد، اليوم سمعتك خبر جديد. خير يا أبو عبد، شو اللي سمعته؟ اللهم اجعله خير. شو فيه؟ هذا بقول لك يا أم عبد، بقول لك ها، معدل كل 50 ثانية بيجي مولود جديد، معدل كل 50 ثانية مولود جديد. لا يو، كل 50 ثانية مولود جديد. شوف قديش الهادي، كل 50 ثانية. كل 50 ثانية. وين المشكلة يعني؟ شو فيه يا عم عبدو؟ مالك يا عم عبدو مخربطة؟ شايفك ها، شو فيه؟ اي والله نيالهم، اي والله نيالهم بنات اليوم، اي والله نيالهم. هذه التكنولوجيا واللي مش عارف ايش، الله مخليتهم مرتاحين على الاخر، والله ما شاء الله عنهم. اي والله احنا بزماناتنا يا ابو عبدو، اي والله كنا بزماناتنا، كل 9 أشهر تنيجي مولود جديد، اليوم صاير كل 50 ثانية يجي مولود جديد. اي والله نيالهم، لا بيتعبوا ولا بيشقوا زينا، 50 ثانية مقدور عليهم يا ابو عبدو. اي والله احنا كنا بزماناتنا كل 9 أشهر نتعب ونتغلب، الله اعلم قديش في الحمل ومش عارف ايش، نيالهم اذا هم كل 50 ثانية. حكيتي ما شاء الله عليكي، الله يعينك، كنت كل 9 أشهر في مولود جديد، الله يعينك. اي انا يا بنت الاوادم، انا شو جاري لي حكيت؟ اي انا شو جاري لي احكي قدامك؟ انا عرفت مع مين احكي. وي على حالي يا معبدو، وي على حالي يا معبدو، وي على حظ المايل فيك. انا عارف مين الله بلاني فيك يا بنت حلال. مالك يا ابن الحلال؟ انا شو حكيت يا ابن الحلال؟ طول بالك يا ابن الحلال. شو في يا ابو عبدو؟ شو انا حكيت؟ والله كنا كنت 9 أشهر لما يجي مولود جديد اول. معبدو اجراي، اسحبي حالك قومي من قدام، بلاش اركب فيك جريمه، لان صدقيني ها من اول رمضان واصله معي لهوني منك، يعني صدقيني اذا ما تقومي من قدام هالقيتي الا اقوم اركب فيك جريمه. جريمه؟ انا فكرك اوعي تفكر انا شو اللي مانعني ان اركب فيك جريمه. اي والله لولاك شخصيتك، نفس شخصيتي لكان زمان، لكان زمان خنقتك في ضي قدر التنتين. قوم من قدامي يا معبدو، قوم من قدام اجراي. ماشي ماشي، بدي اقوم بدي اقوم، ما هذا هو حظي، انا كل ما اجي اقعد معاك الا اسوي لي فيها قصه واسوي لي فيها نافه اطيعه. وانا اللي كنت ناوي هذه الورده. بقول لك قومي من قدامي، خلاص مش شايف الفضا، صرت انا قوم من قدامي. اجراي اجراي اجراي، اعطيها اعطيها اعطيها. خلاص ماشي ماشي ماشي، خلاص انا قايم، بس خلاص اسكت اسكت، خلاص اسكت اسكت. ويا على حظي انا، ويا على حظ البايل، ويا على حظي. تيجي تحكي معاها تطلع لك هو الغباء وراسي، منين بتجيبي كل هالغباء هذا؟ ويا على حظي انا، ويا على حظي البايل انا. يا ناس مشان الله يا عيلها، مشاهد عليكم يا ناس، ابوس ايديكم. شو اسوي معاها هذه؟ خليتكم عبده نشفت ريقي يا جماعة من أول رمضان. علت قلبي بكل يوم، بتطلع لي بشغلة جديدة. مرة بتروح تصلي التراويح تحمل معها طنجرة المرأة الطبقة في صلاة التراويح. مرة بنروح على مناسبة حملت معها كريماتها اللي عزموها هي وكريماتها بدل كريماتها. ومرة 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 نشفت ريقي يا جماعة، والله إن أنا زهقت. مطولين إحنا بدنا نخلص رمضان، قديش اليوم رمضان؟ 25 رمضان، الـ4-5 أيام، الله يصبرني الـ4-5 أيام ويعدوا على خير وما ركبتش الجريمة في هالي معبدو هادي. بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم ها، مشاهد عليكم، وجهولي كلمة من قلبكم لأم عبدو، وجهولها كلمة يا جماعة، احكولها يا جماعة، قولوا لها أي شيء من عندكم، وجهوا لها أي كلمة من عندكم، شو قولوا لها؟ تعتزل الفن يا جماعة، والله يا عم تعتزل الفن أحسن لها، بدهاش التمثيل كله، والله مش في ريقي يا جماعة، عائل قلبي يا جماعة، خطركم يا جماعة.